أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الأضاحي للعام الحالي، ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثر من 1,000,000 أسرة. كما قررت وزارة الأوقاف صرف 2,000,000 جنيه كدفعة أولى قبل عيد الفطر للأسر الأولى بالرعاية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من مقر الوزارة مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، أطلعنا على تفاصيل قرارات وزارة الأوقاف. بعد مساء الخير عمرو، بالفعل متابعونا معكم من هنا من ديوان عام وزارة الأوقاف ومن داخل غرفة عمليات الوزارة. وبالفعل كما ذكر الخبر عمرو أنه قامت وزارة الأوقاف بإطلاق مشروع صكوك الأضاحي لعام 2020 بسعر الصك 1,800 جنيه ولم يزد عن العام الماضي، حيث كان سعر الصك أيضا 1,800 جنيه. كذلك عمرو كما ذكر الخبر معكم الآن أن وزارة الأوقاف قامت بالفعل بصرف مبلغ 2,000,000 جنيه للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية قبل عيد الفطر. إذن هي قرارات مهمة تأتي من وزارة الأوقاف هذا العام، سواء قبل عيد الفطر المبارك أو قبل عيد الأضحى بفترة طويلة، بحيث أن يتم بيع الصكوك وتتحصل الموارد أو الفلوس أو القيمة الذاتية من صكوك الأضاحي ليتم بالفعل ترجمتها إلى لحوم توزع على كافة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. لكن عمرو دعنا نقترب من هذه القرارات أكثر مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. وشيخ جابر طايع، دعني أسأل حضرتك عن القرارات التي صدرت هذا الأسبوع من وزارة الأوقاف، سواء من إصدار صكوك الأضاحي للعام الخامس على التوالي أو التصديق على مبلغ 2,000,000 جنيه. هذه القرارات وكيف تصب في مصلحة المواطن والأسر الأولى بالرعاية خلال الفترة القادمة؟ بداية كل عام وأنتم بخير، كل عام والشعب المصري بخير. هذه القرارات تعمل على محور البر والخيرات لصالح وزارة الأوقاف ولصالح المجتمع كله. إطلاق مشروع صكوك الأضاحي للعام الخامس على التوالي، أول عام كانت 32,000,000 متحصلات لصالح وزارة الأوقاف، كانت في جميعها تصب في المجتمع وفي صالح المواطن المصري. العام الذي يليه 48,000,000، العام الثالث 65,000,000، العام الرابع وصلنا إلى 105,000,000 كانت كمستهدف لنا. هذا العام إن شاء الله نؤمل المزيد على ذلك، وهذا يعكس ثقة المواطن المصري في وزارة الأوقاف المصرية وكذلك في حكومته وفي مؤسسات الدولة جميعها. هذا الأمر كان خصما من رصيد الجماعات المتطرفة التي كانت تعمل على جمع هذه الأموال وتنفقها الله أعلم على أي شيء كانت تنفقها. أما مسألة صدقة الفطر وهي الأولى من نوعها في هذا العام، قمنا بجمع حتى الآن مبالغ إن شاء الله سنغطيها حتى نهاية الشهر، ومع الوزير صدق على 2,000,000 توزع كصدقة فطر قبل عيد الفطر بوقت كاف، حتى يستطيع الفقراء أن يسدوا حاجياتهم من ملبس ومأكل ومشرب. تأتي هذه الظروف والأمور في ظل جائحة كورونا التي نريد أن نرفع المعاناة ونكفف عن المواطن المصري آثار هذه الجائحة. شكرا أستاذ وليد. كل شكر لك سيادة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. إذا عمرو، كانت هذه هي نبذة عن أهم قرارات وزارة الأوقاف هذا الأسبوع والتي صدرت من الوزارة ومن أعمال البر، كذلك مشروع صكوك الأضاحي الذي يأتي للعام الخامس على التوالي لترجمة هذه النقود إلى لحوم لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. مراسل أخبار مصر وليد هيكل، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة الأوقاف. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.